يسكن طرقاتها، وهي التي كانت ترقص على إيقاع الحياة وتنتشي بضحكات شيبها وشبابها. مدينة البحرين، عروس كل الأزمنة الموشحة بالبياض بتقاسيمها الممزوجة بألوان البهشة، تدثرت اليوم بألوان العزلة والسكون. لكن لا لوم على أم الرؤوم تحضن أبناءها ضد العدو الخفي. كم نتوق لعودة صخبك من جديد، للناس يملؤون الطرقات والمباني والمؤسسات، لصفارة شرطي المرور، للاختناق الطرقي، لأصوات الباعة المتجولين بين الأزقة، للحياة دون كمام. لم نكن لندرك أن خطوات المصلين المتسارعة نحو المساجد أمانة، وأن جمعة الأهل أكبر نعمة، وأن عناق الأصدقاء مصدر البهجة، وأن ملاعبة الأطفال نسمة تعيد الروح. لم نكن لندرك أن المساجد وبيوت الله طمأنينة، أن لمة الجيران ووقع الأقدام وشقاوة الصبيان هي صور من حياتنا وجزء من تفاصيله اليومية التي تحتاجها نفسنا البشرية. أغلقت المساجد والمدارس، المقاهي والمنتزهات، لا صوت يعلو فوق صوت الحذر والحيطة. تجمعاتنا باتت خوفاً، مصافحاتنا قلقاً، وخروجنا ذعراً. حلقت حمائم السلام حاملة بشائر الخير لساكنة اعتادت دفء الأخيار، تبشرنا بصمود وعودة وشيكة لحضن الأم التي تنتظرنا كل يوم على ناصية الطرقات بفارغ الصبر. سنعود يا مدينتي، فما تركناك إلا مكرهين، سنعود منتصرين قريبا بإذن الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، بكرمك وجودك ننتظر الغد الذي تنقشع فيه هذه السحابة وينتهي هذا الكابوس الثقيل، لنعود لمدينتي فما تركناها إلا مكرهين، سنعود بإذن الله منتصرين قريبا. اللهم ارفع الوباء والبلاء.